على هذه المعلومات، بالعكس تحدثتوا على الكثير من المعلومات المتعلقة بالإحصاء، وهذه الأيام نعيش الاستعداد والتجهيز للتعداد السكاني وتدريب المفتشين والمشرفين على مدى 7 أيام. يجري حاليا تنظيم ورشة وبرنامج يختص بتأهيلهم في مجال الإشراف والمتابعة. طبعا العدد يزيد عن 2000 تقريبا، والجميع يفوق 11 ألفا. طبعا مساء يوم الثلاثاء 17 مارس هو بداية الانطلاق الفعلي لتعداد المملكة 2020، وسوف يتزامن مع عدة دول خليجية وعربية. يسرنا نتحدث بالتفصيل مع ضيفنا الأستاذ فهد الفهيد، مدير مشروع تعداد المملكة 2020. أهلا بك في شاشة قناة الإخبارية. حياكم الله أستاذ المشاهدين. يحدثنا إلى أين وصلتم؟ طبعا أعمال التعداد العام للسكان والمساكن انطلقت قبل 2 سنين في الهيئة بالتجهيزات. تم زيارة كافة المسميات السكانية في المملكة العربية السعودية، تم زيارة أكثر من 26 ألف مسمى سكاني، تحديث جميع المباني بها، ربطها بالعنوان البريدي من البريد السعودي. بعد ذلك تم زيارة جميع المباني في المملكة، لدينا تم تحديث أكثر من 7 مليون عنوان وطني في المملكة العربية السعودية. الآن من الأسبوع الماضي، بداية الأسبوع الماضي، انطلقت أعمال التعداد النهائية في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون إن شاء الله كما أشرت في 17 مارس من هذا العام مشيئة الله سبحانه وتعالى. ما الذي تريدونه من تعداد السكان؟ نقول ماذا يريد المجتمع من التعداد السكاني. الحقيقة المجتمع يريد أن يقدم بيانات ديموغرافية وسكانية واجتماعية وسكنية لكافة المسميات في المملكة، لكافة القطاعات في المملكة، لكافة الجهات. كافة المعلومات التي تحتاجها الجهات سيوفرها التعداد العام للسكان والمساكن على مستوى أصغر تقسيم جغرافي. لكن قد يكون لدينا سؤال، ماذا يريد التعداد من المجتمع؟ الحقيقة التعداد يريد مجتمع كما تقوم به الآن مشاركة في حملة التوعوية. التعداد يريد من المجتمع أن يقدم المجتمع له معلومات دقيقة بحيث أنها تساهم في إجمالي البيانات في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. ما الذي سيحتويه التعداد من بيانات مطلوبة المرة هذه، وأيضا من معلومات ديموغرافية؟ سيكون هناك طبعا كما تحويه جميع التعدادات في العالم، سيكون هناك بيانات عن الموقع الجغرافي للمسكن، سيكون هناك بيانات عن الفرد والبيانات الخاصة بالعمر والجنس والجنسية، بيانات عن الحالة الاجتماعية، بيانات عن الحالة التعليمية، بيان خصائص المسكن والخدمات المتصلة به. سيكون تعداد إن شاء الله شامل ويوفر جميع متطلبات الدولة في 10 سنوات القادمة مشيئة الله سبحانه وتعالى. التعداد هو إطار لما سيتم في المستقبل مشيئة الله. التعداد هو انطلاق إن شاء الله لجميع أبحاثنا في 10 سنوات القادمة مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنتم لديكم خبرات من سنوات قديمة يعني ما شاء الله، لكن ما الذي يعني يختلف السنة هذه أو التعداد المرة هذه عن المرات السابقة؟ أنا أعتقد أي مشروع في البلد، أي مشروع ضخم كما هو التعداد العام للسكان والمساكن، يحتاج أن تبحث عن مكامن القوة في البلد. وين مكامن القوة؟ عندنا الحقيقة مركز المعلومات الوطني يوفر بيانات عن طريق نظام أبشر اللي نستخدمه جميعا، والهيئة ستستخدم هذا النظام أثناء زيارة الباحث الأسرة. عندنا نظام البريد السعودي، لدينا أكثر من 7 مليون عنوان وطني مرقم على الطبيعة. الحقيقة في التواصل مع الأخوان في البريد السعودي، في التعاون مع الأخوان في مركز المعلومات الوطني للاستفادة من هذه البيانات وهذا الضخم، لنعكسها على بيانات تعداد العام السكان المساكن. سيقوم الباحث أثناء الزيارة الميدانية، سيقوم الباحث باستدعاء البيانات من مركز المعلومات الوطني واستكمال البيانات عن طريق المواطن رب الأسرة إن شاء الله. طيب لديكم في المرة هذه تعداد ذاتي وتعداد إلكتروني، حدثنا عن هذا، وأيضا ما الذي ستركزون عليه أكثر، الذاتي أم الإلكتروني؟ الحقيقة هو سيكون هناك خيارين لرب الأسرة، أما يقوم الباحث بزيارته وأخذ بيانات مشافهة كما كان في التعدادات السابقة، هناك خيار ثاني أن يكون عد ذاتي. عندنا إن شاء الله في بداية شهر فبراير إن شاء الله سينطلق حملة المراقبين اللي هم حوالي كما شرط 11 ألف مراقب، سيقوموا بزيارة الأسرة وإخبارها عن اختيار يعني ماذا يختار زيارة الباحث أو أن يقوم بالعد الذاتي عن طريق التواصل مباشرة بنظام أبشر وتعبئة جميع البيانات. هذا يتيح مرونة للمواطن. طبعا الباحث سيعرض عليه الخيارين، ونتمنى يعني إن شاء الله أن يكون هناك اتجاه للعد الذاتي. بالعكس العد الذاتي سيسهل كثير، وسيسهل على المواطن أنه يختار الوقت المناسب له، يصير في خصوصية أكثر للبيانات بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هل تم اختيار جميع المشرفين اللي تحتاجونهم ايضا المراقبين المفتشين؟ بطبيعه الحال اطلقنا قبل اشهر
برنامج لاستقطاب القوى العاملة في التعداد. تعلمون أن التعداد سيكون هناك أكثر من 60,000 مشارك في التعداد العام للسكان والمساكن. تم إطلاق برنامج ليتمكن المشرفين من اختيارهم حسب معايير كل منطقة، حسب ظروف كل منطقة، حسب حاجات كل منطقة. البرنامج يوفر بيانات عن جميع من سيرغب العمل بالتعداد العام للسكان والمساكن حسب مكانه الجغرافي. نعم. وحسب مؤهلاته وحسب إمكاناته. نعم، شكرا حمد. لليلة التي ينتظرها الجميع، ليلة الإسناد، ماذا أعددتم له؟ طبعا هو الهدف من كل التجهيزات السابقة خلال السنتين، والهدف من التجهيزات الحالية. لو تلاحظ أستاذي أن العملية تصاعدية، العملية بدأت يمكن حوالي 20 أو 30 شخص في الهيئة بالتحضير خلال السنتين، انتقلت إلى كامل الهيئة حوالي 300 شخص. الآن معنا 2000 مفتش يعملون في الميدان. في شهر فبراير إن شاء الله سيكون هناك 11,000، في شهر مارس كما أشرت سيكون هناك أكثر من 60,000 يعملون. جميل حمد، معلش الوقت يداهمنا. أستاذ فهد الفهيد، مدير مشروع تعداد سكاني. أوكي. يعطيك العافية حمد، لكن قبل أكيد ما على موعد معك نسألك عن فعاليات اليوم في الرياض. إيش عندك معلومات عن فعاليات اليوم؟ إحنا على موعد مهم هذه الليلة لاختتام موسم الرياض. سيكون بإذن الله تحت مسمى ليلة أرض الخيال، هذه الليلة الختامية التي نحتفل بها بعد أن رسمت الابتسامة في محيي الجميع. طبعا الجمعة بإذن الله ستكون ليلة البرنس ماجد المهندس. يوم السبت ستغلق جميع الفعاليات والأنشطة المتعلقة بموسم الرياض ما عدا البوليفارد. فعلا موسم الرياض يعني أسعد الجميع ونهني على نجاحه. شكرا لك حمد بن حسين من مقر الهيئة العامة للإحصاء. شكرا يا حمد.